مساء الخير عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم. برنامج كوفي تايم كالعاده نطلعوا عليكم دائما على ثلاثه، نبقاو معكم من اون غني حتى دوزور دو طون باخبار فنانين وحتى ضيوف متالقين يكونوا معنا، وبيان سور القاعده ما يشبهها غير كريم بوباكور. ربي يحفظكم، نقول لكم مساء الخير جمهورنا الكريم، مرحبا بكم بعد جديد ثاني من كوفي تايم. كما قالت لكم الزميله تاعي زهره، اليوم عندنا موضوع جديد ثاني وموضوع حساس، وش نقول لكم، تقدروا تتصلوا بنا على الارقام التاليه 023 70 92 94، ننتظروا اتصالاتكم جمهورنا العزيز. حنا نبداو نوجدوا القهوه تاعنا. وي دونك القهوه، باسكو الموضوع تاعنا تاع اليوم القهوه داخله شويه فيها وي. عندها شويه علاقه، داخله بزاف مش شويه. دونك كريم، الموضوع تاع اليوم هو الاكثر رجال اكثر من سال، الموضوع هذا معني به اليوم كواكو العصبيه تمسك من الناس. الموضوع اليوم هو العصبية عند الجزائريين طبع أم عادة؟ أنتم مشاهدينا الكرام راح نتجاوبوا على هذا السؤال تكراري. أيوا صاحبي جيت نتنرفا، أعطيني قهوة صاحبي. أيوا صاحبي عبر اتصالاتكم، نخاف منك أنا كنت نتنرفا، نحط لك. ما أنا ماشي عصبي جمهورنا العزيز، أنا إنسان سالم إطلاقا وخاطيني العصبية. تفضل. يزيد فضلك صحيتي. فونسيك خليني دايما تكراري. وي وي. إذا نقول لكم رانا نتسناو في آرائكم أنا وكريم عبر الأرقام اللي راح أظهر لكم أسفل الشاشة 07 23 70 92 94. تري بيان، دونك تواصلوا معنا عبر هذا الرقم اللي راه يظهر لكم اسفل الشاشه باش نناقشوا مع بعض موضوع اليوم. انا دائما في الموضوع في السؤال التفاعلي نحب نسال توجور كريم. شوفي نروحوا نديروا فاصل ولا نقول لك حاجه؟ انا السؤال تاع اليوم ما تسقسينيش فيه عليه، ما تسقسينيش عليه بزاف حتى نشرب القهوه. هذه هي دونك تفضل. بون احنا دروك رايحين نستقبلوا اليوم انفيتي جديد ثاني، وعنده عندنا كيما نقولوا عندنا انفيتي جديد اللي رايحين نستقبلوه اليوم، ومن بعد نشوفوا اسكو هو ثاني عصبي ولا لا. معليش لكن قبل ذلك نقول لكم مشاهدينا الكرام يرفع على مسامعنا اذان العصر، نخليكم صوت الحق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أمين. إذا المشاهدين الكرام نعاودون نرجعوا مع بعضنا الموضوع الحلقة اليوم ولا السؤال التفاعلي راح يكون اليوم. الناس لهذا وين التحقوا بنا، اخترنا لكم اليوم موضوع اللي هو العصبية وخاصة الجزائريين. ولات العصبية، احنا الجزائريين ولات عندنا شغل صيفة في الخارج، سيتو اخواتنا في البلدان العربية يقول لك انتم الجزائريين بزاف عصبيين. وي صح، احنا ماشي عصبيين، احنا شغل بالك هكا زعما هدرتنا اني رياكتيف. الجزائريين بخمير ما معروفين بالنيف، والنيف هذاك اوتوماتيكمون يجيب العصبيه. دونك احنا ما نقدرش مثلا نشوف واحد يتظلم قدامنا، ولا ميم كي تكون في الخارج كي تشوف واحد داير اون رياكسيون، يعني كي تشوف واحد يعني كومون ديراج الى غياجي مع هذيك الحاجه ديريكتومون تعرف بلي راهو جزائري، ميم تكون في الغربه تفيق له بلي جزائري. وثاني ما ننساوش بلي احنا كجزائريين عشنا فترات تاع استعمار، عشنا فترات العشر العشريه السوداء، هذا الشيء نظن اثر على الطبع الجزائري انه أكيد. ولا مقلق شويه، ماشي كيما البلدان الاخرى عاشوا ما عندهمش حروب ما عندهمش هذا الاخر. سي فغي سي فغي، انا سمعت راي كريم، نزيدو نسمعوا راي اخر. من عندكم انتم مشاهدينا الكرام اتصال، اول اتصال معنا في حلقه اليوم. مالو الو. نعالوي مساء الخير. نعالو مساء الخير، مرحبا بك. الله يسلمك، راكم لاحلى باس؟ لاباس يعيشك الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا ومنين؟ رونق من شلف. رونق من شلف، اسمك يهبل رونق. الله يسلمك. مرحبا بك. الله يسلمك يعيشك الحمد لله. كاش الشتاء عندكم في شلف ولا والو؟ غير هي راهي دايره حاله. احنا ثاني في العاصمه، راهي اليوم الله يبارك النواوات والرياحات. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. الوغ رونق، واش انت عصبيه ما عصبياش؟ ما عصبياش. عصبيه. عصبيه، دونك واش هي الحاجه اللي يعني تخليك تخرج عن الصمت تاعك وكما نقولوا احنا تفقد السيطره؟ شوف انا الحاجه اللي تقلقني بزاف القباحه تاع الجراري. بزاف عصبيه وشي الحاجه اللي نعم قلت لك القباحه تاع الجراري هي اللي تخليني شتي فيها والله غير صح. هذه والله غير راني حاسه بك، يعني تقدر تهدر في هذا الموضوع علاش؟
صح ولا غير يخرجوا من العقل، ما ربي يعيشهم ويحفظهم لنا وخلاص. صح، كي تتعصبي الاخت العزيزه كي تتعصبي واش ديري باش تعاودي ترجعي تكلمي روحك ولا حتى تريحي حتى يا خوفي مش جواب. لا ما تخافي ما والو، نورمال كي نقعد وحدي هكا وحدي اني قاعده نبدا غير وحدي نستدعى افكاري نجمع افكاري نورمال نعاود نريح تم نعاود نريح. يا اخي ما تنشفهمش هذوك الاولاد. ها؟ ما تنشفهمش. لا لا مش عارفه. هيا الحمد لله سلامات. ربي يشدهم لك ان شاء الله. راقدين كي نشوفهم راقدين يغيظوني نقول علاش. شتي يا وي انا على بالي انا برك، شتي كي يرقدوا كيفاه تقول يا واش الدنيا عيطت عليه. تما صح بالله سبحان الله كي ينوضوا بالصحة واش نقول لك. وانت عندك هذا السبب الوحيد اللي زعما يخليك تتنرفزي وتكوني عصبية شوية؟ هذا مكان هذا مكان هذو ولاد خويا ماشي ولادي انا عزبة انا في الدار. اي مازال مشتي والو مشتي والو كي يكونوا تاعك واش نحكي لك. ربي ان شاء الله يجيب لك ولد الحلال ونشوف ولادك ان شاء الله. امين ان شاء الله حياتكم ان شاء الله. شكرا على التدخل تاعك. شكرا لك يعيشك. شكرا على الاتصال. تري بيان دونك تفضل كريم. ايه احنا نروحوا جينجل ترند ونرجعوا لكم. إذا مشاهدينا الكرام دائما في أكثر ما هو دارج مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الفيسبوك، أول خبر عندنا اليوم على الفنانة الخليجية حالة ترك اللي رفعت قضية كريم على الأم نتاعها. مي جو تخوفكو ماشي حاجة بيزار حالة ترك ترفع قضية على الأم نتاعها، لأنه على بالك بلي هما هي ملي كانت صغيرة أنه الأب تاعها عاود تزوج بدنيا بطمة المغربية، دونك كبرت في هذه المشاكل وكبرت في محيط شوية مضطرب. بصح وصلنا لهذه المرحلة أنه البنت ترفع قضية على الأم تاعها، يعني هذه حاجة سيغراف. لازم فريمون يعتبروا لي بارون انهم كي يصراو مشاكل بيناتهم ما يدخلوش ولادهم صغار، باسكو ريغاردي من وسط اليوم انها ترفع قضيه على الام تاعها، يعني ربي يهدي من خلق تفلى ما بيناتهم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. والترند الثاني ترند شويه واعر وغريب، يعني كان باراك اوباما الرئيس السابق للولايات المتحده دار تصريح وقال اطلعت على ملفات الكائنات الفضائيه. ما شاء الله. الكائنات الفضائيه عندما كنت رئيسا لكنني لا استطيع ان اقول شيئا. يعني هنا واش راك باغي تقول لنا بارك؟ زعما كاينه منها باللي كاين كائنات فضائيه؟ انا ما فهمتش. والله سي فريمون بيزار. وي واش كاين يعني انا يخلينا اون دوت باللي راهو عنده معلومات على العالم الخارجي احنا ما عندناش. اي صافي بور شويه انا خاطر. وي نو نو مالي كان شوفي مالي كان معروف عليهم من بكري انهم يبغوا يديروا هاد لي زيستوار وكاع دونك باش يخليوا العالم يحس باللي هما باقي عندهم طالع. فوالا هذه هي. تخي بيان واش عندك عبد الاخر؟ مالك ما كان لها. بون كاين ترند اخر تصريح اللي دار ضجه كبيره هاد الايام، تصريح تاع المدرب السابق للفريق الوطني واللاعب السابق الدولي رابح ماجر، وقال ما زلت اعيش تحت الصدمه واتساءل هل استحق كل هذا الكره والظلم والحقد. يعني احنا الجزائريين معروف علينا العصبيه، مي اوسي معروف علينا انه قلبنا حنين وقلبنا كبير، دونك جو بونس با كل الجزائريين مازالوا حاقدين عليه. باي لي با مو في ا سو. شوفي احنا ما ننساوش واش عمل رابح ماجر كي كان جوار، دار بزاف امور ملاح للجزائر وكانوا به واحد الوقت كانوا به يعرفوا الجزائر سيرتو كعب ماجر اللي اصبح على مسجله باسمه. بصح في الاونه الاخيره يعني الجمهور ما كانش متفق معاه سيرتو مع الفريق الوطني، الجزائريين يبغوا بزاف الفريق الوطني. الفريق الوطني خط احمر، تما نظن اي واحد لو كان يدخل الفريق الوطني ويكون تعثرات وكاع غادي الجزائريين ان شاء الله. ان شاء الله ما كان والو، ان شاء الله نتمنى انه الجزائريين يكون عندهم رد على هاد لو ستاتيو ان شاء الله، وبالك يطيبوا بخاطره وابخي ساغيس ابخي تو قامه من قامات كره القدم. فوالا ونقعدوا غير في كره القدم. الترند الاخير قامت الفاف والناخب الوطني جمال بالماضي بتصريح وداروا يدعمان بقوه اللاعب الدولي نبيل بن طالب ضد التصريحات العنصريه اللي اطلقها احد اللاعبين السابقين لنادي تشالك ضده. عباك ايش قال لهم هذا اللاعب السابق تاع نادي تشالك هو الماني،
هذا اللي انا نشوفه فيه التصويره اللي منا، قال لهم باللي بن طالب ماشي منضبط في الملعب تو لانه هو جزائري. تما زعما حنايا ديجا مع الموضوع تاعنا شغل شايفين بلي عصبيين بزاف ودايين سمعه انه الجزائريين عصبيين. جو بونس هذه تاع ماهوش منضبطه وراح بعيده يعني ماشي غير العصبيه. ربطت كاع الجزائريين. اكزاكتومون وحطنا في كف واحد كواكو حنا نحبوا بزاف رئيس المنتخب الوطني. مدرب المنتخب الوطني جلال الماضي اللي دعم نبيل بن طالب بقوه والفاف دعمته ضد هالتصريحات العنصريه اللي هي تبقى تصريحات عنصريه خاطرش علاه ما تقدرش انت تتهم لاعب بالعدم الانضباط لخاطرش العرق تاعو ولا المكان اللي جا منه ولا الاصل تاعو يعني هذه انه يقولوا اصبع في اليد وما يتشابهوش. يعطيك الصحة. فوالا هذا هو الترند تاعنا تاع اليوم. فوالا دونك كملنا من الترند نعاودوا نتلاقاو في موضوعنا التفاعلي. دونك نعاود نرجعوا مشاهدينا الكرام ونعاود نذكركم بموضوع اليوم اللي هو العصبيه طبع او مزاج عند الجزائريين. دونك كاينين الناس ما يكونوا كان دو ناتور مي شوفي هي يقول لك اللي كان بزاف شغل نهار اللي يتعصب يولي يقول لك مي في توا دو لو كي دور. دونك يقولوا لهم لي فو كالم هذوك يبان لك كالم هو كينود هذاك انا واحد من الناس اللي زعما كالم بصح نقدر من ذاك نتعصب امور تعصبني يعني تخرجني على السيطره. سي فري كو صح كريم اللي تخو كالم مي رانا نتناوك هكا كاش نهار تخلط علينا الاستوديو. شغل نو نو ان شاء الله كاع ما تصراش هذه ونستقبلوا اتصال معنا. الوي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الصوت هذا انا عارفوه. البلاء والوباء. امين يا رب. الصوت يشفي امه محمد الجميع يا رب العالمين. امين يا رب. اللهم احفظ عبادك يا رب العالمين ونزل الرحمه على أمة الاسلاميه جميعا. امين امين يا رب في كل العالم. امين امين. تحت قهوتكم الله يسلمك. شكون معنا؟ امين. تهبل. ام فاطمه عرفتها. ايه من مصغانا. السلام عليكم. سلام واش راكي؟ وعليكم السلام مرحبا بك. كم خير؟ الحمد لله. سقسي عليك الخير. صحه بخير. شوفي ام الشروق زعما بخير. لا 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 الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بلغولهم قاعد السلام. يبلغ سبالك. شكرا لك. الخطرة الجاية أم فاطمة نجيبوك معنا في البلاطو خلاص. إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا بك. ربي يرفع علينا البلاء برك. أمين. والله غير راكي روعة زهرة. راكي روعة. راكي روعة. شكرا لك. شكرا. اليوم استثنائيا راني لابسه شرقي لاني لبستني مصممه مصريه تفقت لبست لها. فاطمه بلغت لكم السلام قالت لكم راكم لاكلاس. اوه حاله. سلم لنا. عندها الامتحان ان شاء الله بكالوريوس. الله يوفقها ان شاء الله ونديروا لها تهاني من برنامج كوفي تايم. امين يا رب العالمين. ان شاء الله. شكرا لك. قولي لنا رايك في الموضوع تاعنا تاع اليوم. موضوع شوف غير كنت عصبيه لحد نقول لك وشنو هو السبب؟ والله السبب كان الولاد. الزوج كيخرج نسال نفاتح تاع السياره تاع الولد داهم. خرج ما صابش نفاتح. شو كارثه كبيره. الزوج رد فيا انا المشاكل تاعو. ايه صح يعني المراه نهضر على المراه الجزائريه باسكو هذا واش نعرف من دوبخي. يا الولد يا الاولاد يا الزوج المشاكل تاعها. كي زعفت بكيت 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 غلقت على روحي بكيت ومن بعد ما توضيت صليت زوج ركعات طلبت ربي درت اناشيد والحمد لله. يا اخي ما دعيتيش فصلات. ما دعيتيش. لا 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 الحمد لله. شوفي خطا كون درتي له قهوه هكا. زعفت زعفت. ايه معليش معليش بالك مام. وقلت لها والحمد لله الحمد لله. شوفي زهره بنتي انا انسانه شوفي لو كان ندخل المحل نطلب السلاح. ايه ايه كان ندخل من وحدها كان راضيها غير شويه نقولها سمحي لي باش نفوت. صح صح. نطلب السماح في كل واحد نطلب منه السماح. هما رجاله جلسه درناه موضوع تاع التسامح. هذه الرجاله ماشي كامله. الرجاله ماشي كامل يطلبوا سماح عندهم طرق اخرى باش يرضيوا بها. لا انا في الحق تاع هو مولا ما يطيحش من العود. شوفي عندي فاطمه عصبيه قلقة بزاف. ايه دونك العصبيه صح. هذه تشوفيها ام فاطمه تشوفيها انه طبع ولا اكتسبتها ولا عاده ولا كيفاش تشوفيها؟ كاين شوف كاين اللي طبعه كيما هاك كاين اللي طبعه عصبي وكاين لا كاين راحت فيه الى حاجه ما كاش يكون في السياره
كيما الزوج تاعي يكون في السياره يكلاكسون يكلاكسون ولا غير بالسياسه بالك ما يعرفش الطريق بالك راني من ولايه واحده اخرى. صح صح الناس صح يكون شارب عقلها قبل. لازم نختلقوا نلتمسوا الاعذار للناس باش ما نحكموش عليهم. صح والله الله يهدينا. امين 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 الله يقوينا على الخير برك. بصح ام فاطمه قل لي جينيرالمون العصبيين قلبهم مليح. ما سمعتكش الزهرة. قلت لك في أغلب الأحيان العصبيين تلقى قلبهم مليح. لا لا ليش أنا؟ خلاص. تقدر العصبية معليش أني ندير الأعذار لروحي. ربي يوفقكم إن شاء الله. شوفي البرنامج تاعكم راه مكلاسي ما شاء الله. شكرا ليك شكرا. إن شاء الله. بلغولي السلام معليش. تفضلي. تفضلي وي. فضلك عندي الشفاء الشفاء العاجل لمحمد مشنقب اسعاله الخير. يبلغ ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله. بلغوا لي السلام ليوسف وبلغوا لي السلام لهشام بوقفة. يبلغ سؤالك يبلغ. هشام بوقفة رانا قريب نجيبوه لكم ضيف ان شاء الله ويستقبل هو اتصالاتكم. ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله نتمنى نتمنى نحكم كي يكونوا عندكم. ان شاء الله يا ربي إن شاء شكرا. ان شاء الله مع السلامة وربي يحفظكم. شكرا لك. نشكرك على الاتصال ام فاطمه متابعه وفيه للبرنامج تاعنا وبرامج اخرى في قناه شروق. اكيد وبهذا الاتصال نقول لكم مشاهدينا الكرام نروحوا فاصل. عليكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. اذا باش نواصلوا الحلقه تاعنا تاع اليوم والموضوع تاعنا تاع اليوم. قبل ما نواصلوا الحلقه تاعنا تاع اليوم الموضوع تاعنا تاع اليوم واش راح نديروا دروك معنا فنان ما شاء الله عليه متالق راح يزين لنا قاعده اليوم. نخلي لكم لمحه صغيره عليه من فرقه زيار في هذا الكليب. هذه أغنية يا يما من الجروب الزيار اللي اليوم راه معنا الضيف والممثل تاع الفرقة أمين عبا. مرحبا بك. أهلا. كنا في الكوليس نقولوا بلي أون أدوغ مانيفيك لو ريتم أبيزون الكلمات موزونين طابع غنائي مختلف بصح يخلي بصمته. تقاري قاري نعطوه قهوة نرعبو فيه على بالي بلي خاصو القهوة. أو جست ما كنهضرو هكا باش يسبنها مليح. قولي أمين أنا قهوة بالسكر ولا بلا سكر؟ نو بلا سكر. بلا سكر على بالك عنده ساعة ملي طلب قهوة. على بالي على بالي عنده ساعة ونجيب لها قهوة شابة. تخي بيان. دونك بالك المشاهد الكريم يحب يعرف أكثر على الطابع الغنائي على الفرقة على يزيد فضلك. الوغ على الطابع الغنائي احنا في الاول بدينا كوم ان جروب دو فلامينكو كنا نلعبوا تو سكي اسبانيول جيتان اي تو كنت انا ومن بعد زاد ينوزا روجوان محرز ومن بعد يافي دوتر تاني كمومبر اللي بداو يجوا بالعقل باسكو ليكيب بدات تتبدل وبدات تبان تتعجن كيما نقولوا. تري بيان. ومن بعد زاد جا كمال ومن بعد لو سينجل هذا سي لو بريمي سينجل اللي درناه. C'était خدمة كل واحد il a donné sa propre touche. Par exemple, la compo تاع la chanson أنا ومحرز, les paroles أنا ومحرز. ومن بعد زاد جا كمال il a donné une touche شوية أوكسيدونتال. Avec Silas في الموندول تانيك عطا لها une touche algérienne. خرجت ميكس مدت روايحها. قول لنا قول لنا أمين. جروب الزيار الاسم تاعو الزيار. الزيار. وعلاش الزيار واش معناتها الزيار؟ الزيار هي فيها زوج حكايات. اوكي. هي او ديبي في اليامات الاولين باسكو ليكيب الاولى اللي كانت كاع كنا كاع من باب زوار. اه داكوغ. دونك فوالا مع الاول او ديبي. اه باب الزوار زيار. فوالا. اوكي. ومن بعد كي بدات تتبدل ليكيب وتحكم بلاصتها كنا نلعبوا ان ستيل ومن بعد ولينا نلعبوا شغل ان ميكس دو ستيل شغل طبوع مختلفه كيما نقولوا. دونك ولات الزيار سي لي فيزيتور. كي تسمع بار اكزومبل جيت تحضر لنا اون سان ولا راح تسمع شويه اسبانيول شويه ايطاليانو لاتينو الجيريان ميم كابيل غادي تزور فوالا دونك تزور طابور ميديتيرانيان نقولوا من كل فوالا اون تي في فيزيتي توت لا ميوزيك ميديتيرانيان سي تري بيان. والحكايه دونك حكينا الحكايات بين زوج واش ندوز جاب حكايه قلنا بصح وراه محرز 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 حكايته حكايه باسكو المحرز كيما نقولوا نورمالمون هو عنصر مهم في الجروب. بيان سور بيان محرز سي لان دي بون. حنا في الجروب العناصر مهمه كيما نقولوا خمسه خمسه اوكي لي سانك شغل لو نوايو كاين انا بيان سور بيان سور لو فونداتور كاين محرز كاين كمال لو غيتاريست كاين معنا سيلاس موندول سيلاس نسيم في لا بيركسيون
وزاد من بعد نوزا روجوان المايسترو تاعنا سمير عميروش. حنا نوجه لهم تحيه كبيره ليهم الجروب. بصح قول لنا وين راه محرز. محرز بالراحه. محرز راح قبل الكوفيد في فيغ لو 15 مارس هكذاك راح لا بلغاري على 15 يوم راح عند خوه تماك. خبير. اي باغي نقول لي فرونتير. راهو في بلغاريا. راهو في لا بلغاري في صحنا جبناه اليوم. اها وي جبناه هو راه الحاضر معنا. جبتوا لي محرز سكايب كريم معنا محرز عبر سكايب. الو الو مساء الخير. وي مساء الخير واش راكم صافا لاباس؟ مصباحا ما راناش نسمعوا. نسمع فيكم. راني نسمع فيك عند منال ما هنا عندي لا لا راني نسمع فيكم انا كاع واش قلتوا لنا قبل كي قلنا لنا هنايا نسمعوا بيان محرز. باش نسمعكم انا. واه اسمع ماكله ورقادي تماك روحوا لعبي الغالي. لا لا البرد. لا لا هذا انا نسمع فيك محرز مرحبا بك. والبرد يوكل. بونسوار السلام عليكم واش راكم صافا لاباس؟ لاباس الحمد لله. احكي لنا مصباح راني نسمع فيكم راني نسمع في امين هذيك الحكايه تاع الزياره هذيك نو سي با سا او فيت. انا نقول لكم الزياره منين جا هي منين جيت هنا عرفت كلمه الزيار سي كو تقشف سي سا لو فغي مو دو زيار سي زيار كوا زعما واش راك صافا ولا راني في الزيار دونك سي سا سينو. واحكي لنا على بلغاريا كيفاش حتى راك في بلغاريا؟ با جيت فاكونس مازالني فاكونس على كل دونك فاكونس طولت بزاف ماكش متوحش البلاد ماكش متوحش نقول لكم لا فيريتي لا توحشت شويه البلاد احنا ثاني توحشناك بعد شويه على الكاميرا باش نشوفوك بيان راك فوالا ما سمعتش هو بقى سمع لا لا سمنت ومن بعد عاود درت شويه سبور بوندون دو موا شينت شويه ومن بعد دوك عاودوا غلقوا لنا كاع لي صال دونك وتعاود ترجع شويه الكاميرا ديال لوبيا خير وي سي بون بون. احنا كنا نهضروا دروك على كنا درنا الفيديو كليب تاع يا يما اللي شافوه شفناه مع بعض وانت كنت اللي غنيت اديت الاغنيه هذه وكاين ثاني عندنا فيديو كليب واحد اخر هو كوفر سي ان كوفر وي سي ان كوفر تاع روحي يا وهران وي وي تاع روحي يا وهران جوكون. وعلاش اختاريتوا روحي يا وهران؟ باسكو انتوما الستيل تاعكم انا حسيت باللي ديفيرون كي اختاريتوا الاغنيه روحي يا وهران. وي قلت لك باسكو ديبي بدينا ب تفضل تفضل بون امين تفضل ولا ما اطلقش الميكرو تاع نو لازم توجور اطلق لنا شويه صح محرز معليش تفضل انت محرز جوز لي ليدي معليش روح انتك بعيد هو مازال معانا دونك راح يوهر خيرناه فات بور مونتخي كو شغل حنا نتوشيو كاع لي ستيل با سيلمون ان ستيل فات سيتي ليدي انيسيال تاع بوكو انا شوازي شو تيتر. اوكي تري بيان هذا مبارك امين هناك الخط نكمل. لا حبس مادام شوف محرج مادام انت ديت الخط لازم تكمله بكل المعلومات ماشي بكل المعلومات برك ما ميدندن لنا ولا يغني لنا راح يا وهران. وين غني لك يا خويا وين راك عندي ما غنيتش ما عندك راني نقصر واش وي روحي يا وهران روحي يا وهران دوك نغني لكم روحي يا وهران وي الله رابك بليز بتسناوني دقيقة خبرك مالا مليحة شاب الدار الله يبارك وفى عليها لتما لا جبت الجيتار بارك طري بيان ايه وكيفا طري بيان وش روحي يا وهران هذا ما قال يا اخوان امين كال توناليتي مول فين لعبوها سول سول Donc on va dire que on va la jouer là. Bacha, ça a noté. Attends, frère, le câble là, j'ai une. Pardon. Ah, comme tu m'as fait avec moi. Oui. Thanks, your روحي يظهرن روحي بسلامة 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 القلب كان يبغي كان يكويه العود الجدود مرحبا بيا جمالي يتعدى مرها تديه هاي روحي يظهرن روحي بسلامة 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 القلب كان يبغي كان يكويه
تعودت لي جنود انا راه نبيع جمالي يتعدى انا راه تبيع لا 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 برافو 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 محرم روحية وهرم من بلغاريا هذه عندها ذوق خاص يعطيك صحة محرز بارك الله فيك برافو عليك برافو شوف كي تغني على هكا البلاد في الغربة تحسها أكثر توحش بيانسور تجيك هذيك الآن غادي نعطوا الخط للأمين أمين نورمالمون تريبوندي له على روحية وهرم لا ماشي على روحية وهرم الستيل تاعك يعني هو ستيل تاعي وتاعو هو ميم طون بس ستيل ميم ستيل بس على بالي بلي راح تعجبو شويه هذه عامد بينا هو يحب هذا العريس عامر حرز راك راح تغني لي امين راح نغني لك خو شحال هذا الشيء نعمل آه ما راحش نتهضروا بزاف تماك بون كاين بتي ديكالاج اورير وي ومن بعد كان عندي انا ديكالاج اورير في الكونفينمون هذا مع ما كنتش نخرج ونرقد في النهار وتخلطت فيه كامل وانا ما تربيت ومن بعد كيخرج هو ما نحكموش نوض في النهار امي كلامي يا خلاص دوك شوف محرز الله يبارك انت عجبتنا فور دروك على بالي بلي امين بالقيطاره تاعه ريبوندي لك بحاجه بزاف شابه ومشاهدنا الكرام على بالي راه غادي يستمتعوا محرز قول بالي بالي نيغرا توماسا ولا كوفي مي كافي على حتو مي كافي على صح انا نغني اي روح نيغرا توماسا مالا على حتو il le contredit estoy tan enamorado de una negra tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo estoy tan enamorado de una negra tomasa que triste se va de casa que triste me pongo ay esa negra linda que me tome longo esa negra linda que me tome longo Mamá que me gusta la comida que me cocina Mamá que me gusta la café que ella me cuela Mamá que me gusta la comida que me cocina Mamá que me gusta la café que ella me cuela Esa negra linda que me echó mi longo Esa negra linda Chobilongo, que kiribum mandinga, kiribum mandinga. Ale me kiribora, que kiribum mandinga, 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 que kiribum mandinga. Wow, bravo. Gracias, gracias. De nada, amigo. Gracias, amigo. Magnifique. Merci, صحة. Au répondre Alex, c'est bon. On est quitte. Je m'en fous, j'ai besoin d'autre اخو. كيف انا يا محرز ريبونديت لك من جماعه اللي معاكم مازال ما ريبونديت لي. محرز اخي لا لازم تغني وحدك انا ما نغنيش. انا نسمع بوز. صح انت اللي قلت لها نغني معاك. لا هذه باينه فهاد الاغنيه هذه اوبليغاتوارمون بصح معليش هاد لو ستيل دو ميوزيك اسكو تعرفوا تشطحوه كي تعرفوا تغنيوه مي اسكو تعرفوا تشطحوه ما نقدرش نوض نشطح لك في البلاطو اوكي راح نشطح لك سي نورمال بصح شفنا محرز كي كان راح نقول لك نوض نشطح تعرف نو انا شفت بلي محرز كي كان ها فوالا ها شوفي ها فوالا ميم هو كان يزرب هكاك بيان سور Non, c'est pas difficile. Il faut juste avoir le rythme. Il faut apprendre les pas. Bien sûr. Le rythme, oui. Le rythme et les pas. Très bien. C'est pas difficile. Tu as bien appris, Karim. Je t'ai parce qu'il a été deux jours, il a déroulé la scène. Ah oui, il y a la scène, Karim. Inch'Allah. Bon, tu n'as pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas d'accord. Deuxième, le cover. Cover. احنا نجوزوه باش الناس الثاني تزيد تشوفوا وتسمعوا بكاليتي صون مليحه ايتو نشوفوه من بعد نروحوا فاصل اشهاري ونعاودوا نرجعوا
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. نقول لكم مازال متواصلين ومازال معنا الانفيتي تاعنا ومازال معنا محرز عن طريق سكايب ومعايا ثاني المتالقه زهره. شكرا لك انت والمتالقه. انا اليوم معنا محرز الى محرز مازال معنا في سكايب، مي راح نوجه سؤال تفاعلي للضيف اللي راه حاضر معايا اليوم. انا اليوم سؤال تاعنا تاع لو بروغرام سي العصبيه عند الجزائريين طبع ولا مزاج؟ دونك تو دافور اسكو تي نيرف؟ مو سي ان فوكال. ان فوكال دونك احنا كنا حاكين على لي فوكال دونك هاو جا واحد. انا جو سي ان فوكال. محرز بار اكزومبل اي نيرف. اها محرز وشنو اي نيرف كي يجوع. اه داكور وي جوستيمون راح ياكل بالك. بالك كريم تلاقى ديجا بينا ديجا يكوني كيلكو زيستوار. محرز كي يجوع لازم ياكل سور بلاص. داكور سينو تخرج له كاع دي نيرف. داكور وانت يا لي نيرف تاعك زعما واش الحاجه اللي تقدر فريمون ما تقدرش تشد روحك عليها وتتنرفا تخسر؟ نو انا لازم حتى كيما يقولوا بزاف نشد بوكو طون نشد، مي كي نتنرفا على كاش واحد ولا تفسد نفسد. شنو هي الحاجه اللي تخليك تعاود تولي تكالما؟ لازم يخلوني وحدي. اه دونك تي تو ريدريس. وي ماشي عندك راك مربي كاش عارف هكا هو كاين كلب سي فوالا عندي جان شي ان ستاف امريكان تري بيان اي كالميني شويه. اه فوالا سينو ميم لا جيتار ما كالم مي لازم نقعد وحدي لازم واحد ما يضرب ما كي تزعف يجريو يجيبوا لك الجيتار. لا لا قدامي نحطها ديجا انا كي نزعف من بعد نحب نيزولي روحي. هي بالطبع الانسان كي يكون زعفان يحب يبعد هكا يريح وحده باش. وي حنا في الدار هكذا حنا في الدار مقسومين ديجا حنا في دارنا كي راكم تهضروا على التعصب والاخر حنا في دارنا اوني بارتاجي سيغ دو. Par exemple, Yema, elle est calme. Mais ça, elle est du genre calme. Elle dit qu'elle est calme, elle n'est pas nerveuse. بصح تقعد تنقرش كيما نقولوا نقولوا له انا جو بريفير نقلقا وتنقرش هذاك واعر انا خرجت لي بال انا كي نباش ولا عجوزه با مون بير اي ما سور سي الكونتخير بابا كي يزعف العياط في الدار صافي دير كي تنرفات تبعت في لي بال مي اون كونتخير تبعت في لي بال مي كالم جو ريست كالم. اوه هذه بعره عاد كي تلعب على الموغال سون فوا كي تلعب على الموغال على بالك تاع دونك سي سا صح. التعصب في الجزائر عصبية عصبية في الجزائر جو بونس كو لالجيريان اوبليجي يكون تكون عنده هذيك واحد الدوغري تاع العصبية باسكو ديجا لي زومبوتياج في الطريق. انا نظن باللي لا بورسونتاج الكبيره تاع الجزائريين اللي العصبيه اللي عندهم في الطريق في السيركيلاسيون في الطريق. وي السيركيلاسيون كاع يضرب يديها كاع اللي ديباتي وما يديباتي تلقى واحد وحده وتلقاه معايدو واش به ضارب مع روحه ولا. احنا على بالك في البحر الابيض المتوسط كاع السكان تاع البحر الابيض المتوسط عندهم نفس الطباع نيرفو وثاني نهضروا بالاشاره بور سيكسبريمي. داير نعطيكم اون انيكدوت كان حنا انا ومحرز كان عندنا رحنا لليسبون بورتغال با رحنا برشلون برشلون ليسبون يهضروا بورتوغي. احنا بورتوغي والو والو ونقول صافا الاسبانيول نسلكوها محرز يهضر بها اسبانيول فرونسي انجلي مي بورتوغي والو نهضروا معاهم باليدين صافا هذا ما كان وي وي فهمونا ونفهموهم مليح. كي تبغي تعيط على واحد باليدين كي دير له كي تبغي تقول لواحد ارواح قول ارواح هي بار كونتر كي تبغي تقول له روح كيفاش دير هكا عاود تضرب بالتورت عاود تقول له روح. هي بار كونتر انا شفت باللي كاين هنا جزائريين اللي عندهم العصبيه زعما باغ اكزومبل لو كان تعيطي عليه اوت فوا يديك يحكم امك وتعيط غادي ما يتنرفاش بصح لو كان تهضر غير هكا بفوا نورمال ودير بيدك هكا وي سي لا جيستيوال سي لا جيستيوال تدخل في لا بسيكولوجي اكزاكتومون لا جيستيوال. وتالي واحد يقول لك يهضر بيديه سي كو جو سوي ديزولي بصح كان تاني يهضر بيديه يقول لك عنده مكبوتات باسكو يحاول يخرج حاجه للداخل. احنا كيما نقولوا لا ماجوريتي دي الجيريان علاش يهضروا بيديهم؟ كيفاش نعطيكم ان تيرم تاعنا الجيريان يبلعط. داكور كي يهضر بيدو يتو دون اون سيرتان كونفيونس. كي تشوف واحد يهضر معاك هكذا ديجا كي تشوف يهضر تقول شو يبان سيريو بزاف فوالا سيريو ولا سوا سيريو سوا لو كونتخيغ نو دون با دو لامبورتونس يهضر معايا كالم هيا وديها في روحه فوالا فوالا. محرز كلا ولا مازال؟ محرز معانا راك بالك قوي طيب او معانا كليت ولا مازال؟ سي بون صح كي كليت نورمالمون ترجع شويه الكاميرا اللور
صاير كيش بعلك لا لا عييت مصباح أنا واقف معلش قول لنا محرز احنا يا كنا حنا نطرحوا سؤال تما نطرحوا سؤال لكم في زوج جديد تاعكم وين تيخرج وشنو هو جديد تاعكم فرقة السيارة. أنا بو موا لا فيغيتي جديد صافي لونتوم اللي راني هنا ما على باليش شنو صاري تما بين لي مومبو دي جروب كيما سمير وأمين. مي جو كخوا دابخي واش هدرت لا دوني فوا مع سمير إل ما بريباري ديجا واحد 5 انسترو. إي أوسي دي بارول ديجا بريباري تما ديك جو رونتخ جو في أتاكي لو ستوديو بور تيرميني لو تيتخ لي فوالا. ان شاء الله يراهم كاين جديد وانت 5 ا ببري 5 شانسون ديجا موجودين في الاستوديو امين افيك لارانجور اي او ياكل نو مي واش ياكل نو وي واش في الماكله دروك اسكو باسكو هو راه يقول باللي وي هذيك لي انستري وي اون لو ا بريباري دي انستري باش نبعثوهم له تماك ديجا باش يوجد عليهم او ميم طون كي يدخل الجزائر كي تفتح الحاله ان شاء الله كما نعرفوا بلي محرز هو الشونتور برينسيبال تاع الجروب دونك دوك محرز راهو في بلغاريا بلغاري واش درتو اسكو درتو اغنيه بلا محرز هكا ولا وي اون ا بريباري دو تيتر دو تيتر اوكي كاين وحده راهي واجده داير مازال برك لو كليب دو تيتر من وراها من وراها او حايه عايز 9 شهور دو تيتر سوموار هذا سوموار كوميم اسمع وكاين دوزيام رانا نخدموا عليها راهي توجور اون بروجي في زوج كومبوزيسيون انايا ارونجمون سمير عميروت و لي بارول ياسين وعبد ياسين وعبد لما دابينا تعطي له لي تيتر دونك سي قال لك عطينا لي تيتر انسيست محرز راك عاجبني انسيست باش يعطيك كاينه وحده سوني غيان وكاين الاخرى يا بحر يا بحر هذه ما سمعتش بها بون سوني غيان بعد يا بحر سي ان تكست تقدر تلعب امين تقدر تلعب لنا منها مورسو صغير منها نلعب لكم سوني غيان اون فرونسي هذه مازال ما خرجتش مازال ما خرجتش راهي واجده دونك هذه اكسكلوزيفيتي لينا قناه شروق وحصه كوفي تايم كريم وزهره ميرسي بوكو De mes erreurs, de mes je m'en fous, de ce mal qui me suit partout, de ce moi-même qui m'a déçu, de ces beaux rêves que j'ai perdus, c'est juste ce petit café fumant qui m'apporte l'odeur de mon chagrin, c'est juste l'arôme de mes tourments, j'ai pas le goût de mon destin, non je n'aime pas, ne t'inquiète pas, tout va très bien, non ce n'est rien, ce n'est qu'une larme, point c'est tout, point c'est tout. Ce n'est rien, c'est juste cette douleur qui me réveille chaque matin pour me rappeler que j'étais le meilleur et que désormais je ne suis plus rien. C'est peut-être le plus, c'est peut-être le moins, c'est peut-être les deux, je n'en sais rien. Y a plus de route sur mon chemin et je ne veux pas que ça soit la peine. Non, je ne veux pas, ne t'inquiète pas, tout va très bien, non, ce n'est rien, ce n'est qu'une larme, toi c'est tout. C'est une larme qui porte mon âme et que Dieu m'apporte le soin. J'aime pas le monde, mais toi que j'aime et je ne veux pas d'un autre médecin. Non, je ne veux pas, ne t'inquiète pas, tout va très bien, non, ce n'est rien, ce n'est qu'une larme, point, c'est tout. Très bien, bravo. Magnifique. Donc, les paroles, je peux écrire et tout Les paroles, c'est Yassine Ouabed. نوجه له تحيه كبيره ياسين وعابد تحيه توجور ياسين وعابد سي ان غاي اكسيبسيونيل بيان سور من كبار الكتاب في الجزائر وي تحيه كبيره ليه ان غروند كارير كو سوا مع كمال سعودي ربي يرحمه كتب ثاني كاليز كتب الرضا سيكا ودوكا تحكي لنا برك على لي بارول تاع الاغنيه واش تحكي واش لي بارول تاع الاغنيه تحكي جينيرالمون على واحد كيفاش دارت به الدنيا كما نقولوا الى الى بيرجو سي ريف فوالا شغل بين ليله ونهار لقى روحه وحده بالك كان وحده كان عايش مع فاميلته كان عايش
dans une atmosphère qui m'en colle mieux. Je pense que le thème, ça peut intéresser beaucoup de gens, surtout avec le Covid. Bien sûr, mais avec le Covid, les parents, les proches. Les proches, plus une petite amourette qui a perdu enfin, donc il a tout perdu quoi. Tu m'as dit Amine, j'ai remarqué que dans le groupe de vous, dans le Ziyar, même si vous êtes avec moi, vous avez beaucoup de choses sociales. Oui. علاه رحتوا لهذا الستيل وعلاه اختاريتوه زعما دائما تغنوا على الام على البلاد عباك مام هذيك يا يما سي با فريمون الام سي يا يما نتوما كي تسمع لي بارول سي كتبناها هذيك انا ومحرز تسمع لي بارول تحكي على الدنيا اون جينيرال باسكو راحت النيه في دزمان ومن بعد الدوزيام داروا عليه الحباب ومن بعد الكوبلي تروازيام سا دون ليسبوار يتمنى في البلاد هذه يلقى دار خدمه طفله باش يتزوج كيما نقولوا تو سا دونك سي تبدا مع الاول بهذو المشاكل افيك ان بتيت اسبوار اون بتيت الور ديسبوار على لا فان مي حنا نغنوا اجتماعيه باسكو قيس سي نغنوا بالك كل واحد فينا عنده ليدي تاع واش راه عايش اوكي وي وي دونك كل واحد يسانسبير دو سونكا كي تسمع باغ اكزومبل يا يما ولا كي تسمع يا بوك ولا كاين واحد اخرى تيقتي في الله لي با كليبي درناها جوست اون شونسون كي تسمعها نيمبورت كل واحد يسمعها يقدر يقول شغل مام ان كوبلي صرا له ليه وثاني شفت او محرز راه معنا محرز بزاف يعني كي تسمعي يا يما ميلونجا بين الستيل تاعنا هنايا اوكسيدونتال وي محرز راك معنا فوالا ها هو وي راني معكم توجور دونك محرز محر انا سقسيت من قبل امين على امين جمعت وي 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 يعني باسكو كي شفت معايا هكا قلت بالك غلطت الوغ نورمالمون ما غلطتش سقسيتو على العصبيه اللي هما لي نيغ وحكى لنا عليك باللي انت كي تجوع تزعف دونك انت واش تقدر تحكي لي على امين امين كي بون ما نقدرش نهضر وحكي عليك عاليز نهضرك انا ما نزعفش لا صافا امين سي كالكان دو تري كالم او فات سي فري كو دي فوا يزعف مي كون تي في دي رمارك ولا يزعف سي بور لو بيان دو لوتر بيرسون تري بيان صافا ما با اتاكي ما يزعفش جوست بور انيرفي دوتر بيرسون مي في صلاحهم كو تري بيان وانت محرز كيفاش تشوف العصبيه تاع الجزائريين La vérité, oui, je suis quelqu'un qui me dit عصبي, c'est vrai. Mais فقت وعلاش كنت عصبي ملي راني هنا ما رحت لي العصبيه وراح لي النار طيب فهمنا بلي خرجت عليك بالغاري ها راه في البرد عباك لي جون اللي عايشين في البرد عندهم لي نار سون كالم وي كومبيان جوردي شحال راهي موان 14 نو موان 6 موان 6 وي محرز ان شاء الله كي تجي نستقبلكم كاع ان شاء الله يا رب محرز قول لنا زيدوا بدوا صار على جالكم العصبيه لي زونجيري العصبيه سي بوكو بلوس على لونكومبرمون طوموبيلات بزاف في لاكسون هنا سي اون بتيت اون غراند فيل مي ما كاينش بزاف غاشي كيما بزاف دونك سو كالم تري بيان ان شاء الله قول لنا محرز تفضل تفضلك قول لنا كلمه اخيره للجمهور اللي راه يشوف فيك كلمه اخيره واش تقول لنا ان شاء الله كما يقول لك ربي نحي علينا هذا البلاء هذا المصيبه هذه اللي صارت في الموند وان شاء الله يعاود يحلوا لنا الطرقان ونولوا نقدروا نروحوا ونولوا كما نحبوا باسكو لا ان شاء الله يا ربي يرجعك على خير ان شاء الله يشفي كاع لي امراض ان شاء الله ربي يشفي كاع لي امراض يرحم كاع لي ماتوا فوالا ان شاء الله نرجعك بخير بروندي سوان دو فو اي سورتو بروتيجي فو لي ماسك لو جيل سي لافي لي ماسك ايتترا ايتترا ميرسي بوكو ميرسي محرز بارك الله فيك بروندي سوان دو فو ميرسي بوكو هاتكم صح ميرسي بور لو دونك امين مالوغوزمون رايح علينا انا شوي تريست ديجا لا غيتار نموت عليها تقدر تخلي لنا لا غيتار اوترا مشكيت شوفي يخلي كلش ما يخليش لا غيتار قلنا امين كلمه اخيره للجمهور اللي مشوا فينا كلمه اخيره نقول ان شاء الله ربي يرفع لنا ديجا الوباء هذا جو تيان ا ريميرسيي اي ا سالوي شابو با لي ميدسان الجيريان وي و لي ميدسان دو موند سي هما الاولين اللي راهم في لا سي فري sur le front منهم ما مير كي ميدسان نجول لها تحيه كبيره ليها دكتور خنفاش جو تيان ا سالوي دكتور سيلم اي لو ماري ميرسي الله يسلمك tous les médecins algériens
نقول ان شاء الله سافا ديفلوبي ان شاء الله سافا با تاردي ا ريفينير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وحنا نختموها معك هكا حاجه تاع فرح شويه. انا يا انتريك وي ما بتيت نياس ما بتيت نياس يا نيل سي توت بتيت هكذا ان بتي بوتشو كو جو سالي هي او لو بتي فيس دان بوت ا موا دانيل شرفي ان شاء الله كامل راهم يتفرجوا فيك وكامل المتابعين تاع امين وكامل المتابعين تاع فرقه الديار. نقول لكم باللي اليوم جبنا لكم انا جو ديغي لؤلؤه كامل جادور سكو فو فيت ميرسي سي مانيفيك. وثاني كي نسمعوكم اون فواياج معكم بلو ستيل دو ميوزيك تاعكم مرحبا اون اسبير كي فون اوفغيغ ثاني باش اون فواياج وي معليش رانا نفواياجو معاكم هاد الساعه وكيحلوا الحدود نهولوها شويه وي تطشطح ادينا الكشكلاصه مالنا لوين حيبه تروح مكسيك ما انا الحيبه تروح لايطالي مي معليش ديها المكسيك وبعد يتقطع وحدها رجعك لايطالي مانا يلا soy un hombre muy honorado que me gusta lo mejor a mujeres no me falta ni al dinero ni el amor en el tiento mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas de la luna ellas me dicen donde voy ay 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 Ay, ay, mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Voilà. بون هي ما لازم نروحوا دروك سيدو نزيدو نجيبوا لها المعنى وحده ايطاليان مي بون بون احنا مشاهدنا الكرام اه هذه وحده ايطاليان شكون؟ مين؟ نزيد لكم وحده ايطاليان؟ نو هاك ما ترد خلاص هذه ديديكا سبيسيال لرئيسة التحرير تاعنا نعطي لها ان بتي كوبلي وي Una mattina me sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina me sono alzato e non trovavo che passo. Già partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Già partigiano, portami via. E non trova io che passo la 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 بعد كل فاصل نعود وبشوق نواصل. ليست هي دقائق ليست هي الا دقائق وثوان لكن على بعدكم لا نرضى ولا ما زلت حافظه كي حافظه ليش اذا مشاهدي الكرام مازال قعدتنا متواصله لكن معنا فقره سكايب اليوم اطلالتي كانت بامضاء المصممه اللي راح تكون معنا عبر سكايب مباشره من مصر. واجد سكايب منال مازال شويه لكن احنا نحكيو مع بعضنا على الموضوع نتاع نهار اليوم اللي هو العصبيه عند الجزائريين. ولا كي نربطوا الاتصال بالقاهره وما نعرفوا اللي عندهم شتا ولا ما عندهمش كيما احنا ويشوفوا هذا من البلد. معلومه سقطت لي ما على باليش. نو هي غادي الضيفه تاعنا اللي حاب نتصلوا وتقول لنا. اكيد انا الضيفه تاعنا تاع اليوم هي مصريه لكن ام تاعها من اصول جزائريه. الله يبارك. وتشرفت انها ارسلت لي هاد العبايه من مصر باغ دي اشيل رغم الظروف تاع الكورونا ومشاكل النقل لكن رسلتها لي باغ دي اشيل وتشرفت اليوم اني لبست من عندها استثنائيا. او على بالك انا دائما احنا كي اخواتنا المصريين نوجه لهم تحيه كبيره اكيد اللي احنا دائما على بالك الشعب المصري والشعب الجزائري عندهم صفات
بزاف يتشابهوا. باغ اكزومبل انا عندي راجل خالتي هو مصري وراح عايش هنا في الجزائر، على بالك يبان لي نهار اللي جا عاش هنا في الجزائر قال لي عندكم مثال كيما يقولوا يعني كيف انتوما الشعب تاعكم والشعب تاعنا نفس العادات نفس التقاليد. انا علاش راني نقول لك هكا؟ لانه الموضوع تاعنا تاع العصبيه وكاع سيرتو في العصبيه قال لي كيف على بالك سيرتو هما في مصر عندهم يعني فكره مليحه على العصبيات لانه عندنا مع بعضنا تجربه الاندرمان دونك ما كاش شعب يعرف نقد المصاربه كي نتعصبوا بصح احنا نبغوهم ونعتزوا بهم. والله انا بعد اندرمان يعني رحت لمصر واستقبلوني احسن استقبال وكورونا ما شاء الله ما على باليش انا والله الحلم تاعي نروح نزور القاهره ومصر وعلى هذا الحلم نستقبلوا معنا المصممه اتصال معنا مكالمه هاتفيه. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا ومرحبا ديك الاخت زهرة يعيشك. كريم مساء النور. مساء النور. على بالك احنا كنا نستناو من القاهره جاتنا منين تواصل معنا؟ وشكون؟ سميره من نقاوس. دونك من القاهره لنقاوس. اهلا اهلا بنات نقاوس. مرحبا بك. بكم البارح في موضوع الواقع والمواقع. اهلا وسهلا. فكرتك ايه؟ فكرتني. مرحبا بك. يعيشك خويا العزيز. واش رايك؟ انت ماشي اللي حللتي لنا اجتماعيا واحد الظاهره ما شاء الله. ربي يخليك. شوفي حتى موضوع اليوم في القمة استهواك موضوع اليوم باش تعيط وتعاود. الموضوع اللي كنا لكم دارينه تاع العصبية. أهي. أي مزاج ولا طبع؟ نعم. أهي. يعني ما شاء الله الأخ اللي معاك الأخ كريم. ربي يحفظك مدام. يعني شوف ما شاء الله تبان على ملامح وجهك أنك راك كالم. أكيد وي أنا كالم بزاف. إلي كالم صحيح إلي كالم في الفريق كامل سي لو بلو كالم. كالم سوا هو ولا الأخ ياسر ولا أنت ولا الأخت اللي معاك. يعني عايز ياسر كالم. مالك ياسر كالم ياسر لا ياسر هو كالم يعني بصح احيانا يفقد السيطره خاصه كي يكون في الطريق. شوف دوكا راح نهضروا على هذه العصبيه طبع ولا مزاج. شوف قادره تكون طبع وقادره تكون مزاج بعجاله. شوف طبع قادر حتى تكون يدخل فيها العمل الوراثي انه ولادي الطبع ولا اكتسبوا هذا الطبع العصبيه من الوالدين واحد الوالدين. وقادر يكون مزاج انه واحد يوالف على حاجه خاصه في رمضان الناس يقول لك انا موالف ندخن موالف نشرب قهوه. يدخل وقادر انه واحد راح يصطنع العصبيه باش يفري امور. صح اكيد. قادر انسان تشوفيه تقولي كالم خلاص بصح انه يضطر في بعض الاحيان انه يستعمل العصبيه هذه باش يفري بها امور. صح راني معاك فيها هذه. اشكال ولا بصح الجزائريين العصبية تاعهم مبررة يعني بحكم الظروف اللي عشناها من استعمار العشرية سوداء يعني العصبية تولدت معانا. شوفي وهي قادرة ساعات انه تكون العادة تولي عصبية. صحيح. خاصة عند الأولاد مثلا تلقاه دائما يوالف على عادة تاع العناد تولي عنده عصبية. صح سي فغي. صح. معنى هذا انه الانسان يقدر يتحكم في نفسه يعني هذه تاع العصبيه هذا الانسان هو يقدر يتحكم في نفسه. صحيح. ويا اخي كان يقول لك انه الانسان القوي مش بالقوه. القوي هو اللي تمالك نفسه عند الغضب ساعات الغضب. صح اكيد. تدخل في هنا نرجع ونقول انه حتى هنا تدخل الشخصيه في الطبع هذا. وي اكيد. الانسان اكيد الانسان قد ما يكبر الانسان قد ما تكون معاملاته يعني مع فئات مختلفة راح يكتسب راح يهدأ مع الوقت راح يهدأ. صحيح. مع الوقت راح يهدأ يعني ما شاء الله عليكم انتم. الإنسان اللي يكون عصبي معكم راح يركح. تخيب يا صاحبي. الحمد لله. شكرا لك. أنا قلت لك انتم حتى قد ما كنت أنا ساعات نكون عصبية بصح معكم انتم يجيني التفاؤل. شكرا لك. ربي يحفظك مدام. وحنقول لك على التيتر اللي قلت لك تحولوه هو مليح انه فيها قصره ترجعوها قصره وعبره. قصره وعبره. صح. العنوان قصره وعبره. شكرا والله غير راح نطرحوا هذا لو تيتر. علاه؟ لانه الانسان معاكم راهو يقصر راهو يعتبر. يعتبر من يعني من صح. من معاملات تاع ناس من المشاكل من حوادث كسرت لهم. سي فغي. شكرا لك. احنا نشكروك على الاتصال وعلى المرور تاعك معنا اليوم. ابتسام وربي يدوم الكالم. شكرا ربي يحفظك. شكرا لك. شكرا ما شاء الله عليك. الى اللقاء.
دونك تفضل كريم نروحوا للقاهرة. دونك عبر فقرة زوم رانا راجعين بعد الجينجل. دونك معنا كادينا رشا من القاهرة مصممة أزياء مصرية. ألو مساء الخير. ازيك يا زهرة؟ كادينا رشا ما تلقيتكش لكن راني نلتمس في شخصيتك عبر هذا الفستان. أنا بحبك بزاف يا زهرة. ربي يخليك يعيشك. نعم؟ خويا كريم. أهلا وسلم على خويا كريم. ربي يحفظك. أهلا بك. مرحبا بك. شكرا لك. حبيتني في الشخصية بجد يا زهرة. شكرا شكرا ربي يحفظك. شكرا. كادينا احكي لي بحكم انك مصرية من اصول جزائرية احكي لي واش رايك بما انك جيتي للجزائر من قبل اكيد. لا للاسف انا حضرتك بس المعلومة ناقصة. انا صاحبتي هي اللي جزائرية بس من بيت عوالي من بدنا. اوكي طبعت اوكي. دونك اسكو عندك فكرة على عصبية تاع الجزائريين؟ لا والله هي طيبة جدا. هي طيبة جدا جدا. مليحة مدى بينا مليحة. كلنا عصبيين وبعد كده بنهدى يعني. نعم؟ كل العالم يعني بيتعصب وبعد كده بيبقى بيهدى يعني. أنا صديقتي من بيت عوالي الصراحة طيبة جدا يعني. من هنا بسلم عليها لأنها البرنامج بتاعك يا زهرة ألو شيف ودلوقتي شرف لي أن أنا أجي في القناة الجزائرية كوفي تايم. شكرا لك. شرف لينا يعيشك. مرحبا بك مدام. شكرا. احنا لو كان احنا حبينا نسقسوك مدام أنت الآن في القاهرة. أنا عندي فضول نعرف هل في القاهرة الآن يسقط المطر ولا كيما احنا في الجزائر؟ عندنا لغايه دلوقتي لسه لابسين صيفي. نتمنى نيجي الجزائر بقى ونشوف الجو الجميل بتاعها. مرحبا بكم. مروحوا في اي وقت. انا على بالي بلي المصريين يحبوا يجيوا الجزائر على اليخضور تاعنا. في الجزائر عندنا بزاف يخضر وما مصر تفتقد للاخضرار شويه بزاف. ايوه لا احنا عندنا مناطق زراعيه كتير بس انتوا عندكم ما شاء الله الثلج بينزل بقى في الشتاء بيبقى جميل فاحنا بنفتقد. ما عندناش مناطق ثلجيه في الشتاء يعني. لكن عندكم ما شاء الله دايما في الجزائر العاصمه وفي بتنا صديقتي من بتنا بتوريني دايما الصور بصراحه مناظر طبيعيه خلابه. مرحبا مرحبا بكاع المصريين يحبوا يجوا لهنا الجزائر. مرحبا بهم كامل. أهلا. على فوق العين والراس. انا راني نشوف انه انت مصممه في مصر. حكينا شويه على التصاميم المصريه على الازياء التقليديه شويه تاع مصر. انا بعدت شويه عن الازياء المصريه لان في مصممين مصريين كتير جدا. حبيت اتجه للزي المغرب العربي منهم الجزائر وتونس والمغرب فحبيت دايما اقتباسي يكون من المغرب العربي ومن الخليج يعني بقيت مختلفه شويه عن الطابع المصري لان في مصر احنا عندنا بنلبس الكاجوال اكتر بنطلون وشميز وحاجات سهله كده على طول. وانا اللي شفته في العبايه تاعك انه فيها يعني فيها استلهام من المغرب الشقيق يعني فيها مغربيه محضه ولا مغربيه بلمسات مصريه. ايوه يعني الشغل المغربي المغرب العربي عامه وانتوا بتسموه عندكم البرنوس الجزائري برضه. اوكي. ودايما باخد افكار يعني من المغرب العربي القفطان الجميل وعندكم كمان الملحفه الشاويه وعندكم المشبود القسطنطيني وعندكم تراث جميل جدا من الازياء اللباس التقليدي الجزائري يعني العروسه الجزائريه بتكون عروسه فخمه يعني تكون ملكه مدوبه. شكرا لك. شكرا شهاده نعتز بها. وش هو اكثر زي استهواك من اللباس الجزائري التقليدي؟ الكراكو العاصمي. الكراكو العاصمي عجبني جدا. نصلح كيما رسلتي لنا هاد العبايه انا نرسل لك كراكو عاصمي. انا حبيت نضيف سؤال. لما درتي اختصاص تاع الازياء اللي المغاربيه يعني الجزائري هل يوجد اقبال عند المصريين على هذه الازياء التقليديه المغاربيه الجزائريه؟ جدا 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 يعني تصدروا اكثر مره الجالية العربية اللي في أوروبا لكن برضو في مصر حبوه جدا جدا ويعني بقى فيه زي مختلف عن الزي المصري بيلبسوه أكتر في المناسبات الرمضانية
وفي ليالي الحنه وكده يعني بيحبوه جدا. وانت في برامجك في برامجك تجي تحل لنا محل كدينا رشا في الجزائر ولا لا؟ اتمنى والله اتمنى. صديقتي مدام عوالي هي بقى تتولى الموضوع ان شاء الله. يا ان شاء الله. مرحبا بك. واين الازياء الرجاليه في عند المصممه المصريه كدينا رشا؟ لا احنا بننحاز للمرأة. اتمنى ان شاء الله قريب باذن الله. حضرتك بقى تكون تلبس من عندنا بقى ان شاء الله. ان شاء الله. بعت له قندوره مصريه. ايوه يا بوي. كدينا هل سبق لك وانك عملتي ديفيلي قبل هذا عرض ازياء؟ لا يعني انا معظم الشغل يعني بيكون اونلاين وبيكون عن طريق مثلا ان انا عايزه اعرض شغلي بطلع في برامج انت عارفه اكيد شفتي بطلع في برامج مصريه والبرامج بيكون معايا الموديل وبتعرض الشغل على الطبيعه فبيعجبها. ودلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي بعمل على طول لايفات على الفيسبوك والانستجرام فالناس بتتواصل وبتعرف اكتر يعني. شكرا جزيلا. واحنا جمعنا مع بعض مواقع التواصل الاجتماعي لقاونا مع بعض ولبست من عندك. نشكرك بزاف كدينا رشا على قبول هذا المكالمه وعلى لو كادو اللي بعثتي لي. شكرا. وسلمي لنا بزاف 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 على اهل مصر والقاهره وكاع المصريين والزمالك. انا استناك تغيرونا ان شاء الله. شرف ليا ان شاء الله. شكرا لك. شكرا على اتصالك. مع السلامة. باي. درك المامو لابسة مصرية من العرض المصرية. المامو تقولي لي ازيك. ازيك يا كريم. نو فريمون يعني انا ما كنتش نتوقع انه هي الاختصاص تاعها الازياء المغاربية وخاصة الجزائرية. هي على بالك في الازياء وفي التصاميم يفو اوزي يفو يعني الواحد يفو يسمو بلا حدود يعني الحمد لله راحت لزي مغاربي يعني وحنا على بالك الجزائر ومغرب وتونس قاره يعني ماشي يعني ازياء بزاف وتقريبا نفس التراث اكيد ومتشابهين لكن قدرت انها تفصل بين كل زي وتخرج يعني الحمد لله الازياء تاعنا اللي راهي تجيب كما نقولوا اهتمام من الخارج والناس اللي تهتم بها اكثر وبالثقافه تاعنا الجزائريه اكيد. والحلقه قريب تكمل سي بون صاي كملت للاسف نحالك المعلومه ان الحلقه كملت. ونقول لكم مشاهدينا الكرام غدوة يتجدد الموعد مع ياسر ومينا وانا كريم وكريم ومينا. انا ومينا غدوة. ابا غدوة كريم ومينا. دونك كريم ومينا غدوة يطلعوا عليكم وانا نقول لكم مشاهدينا يتجدد الموعد تاعي معكم نهار الاثنين. الى اللقاء. بقاو اوفياء لبقية برامج الشروق. الى اللقاء.